بعد تطوير بحيرة عين الصيرة تلك البقعة التي كانت تمتلئ بالقمامة وتخنقها العشش من حولها، تخطو الدولة بخطى سريعة للانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات أخرى، ومن بينها حديقة تلال الفسطاط الجاري تنفيذها بمنطقة مصر القديمة، فعلى مساحة 500 فدان ستكون هي الأضخم في الشرق الأوسط. المشروع عبارة عن تطوير حدائق الفسطاط بمساحة 500 فدان، وده يعتبر تاني مساحة على مستوى العالم بعد سنترال بارك في نيويورك اللي تبلغ مساحتها 811 فدان. عبارة عن كذا مرحلة أو كذا مكون، بنبدأ معانا هنا من مساحة مسجد عمرو بن العاص مرورا بمنطقة الأسواق، دي عبارة عن مباني أسواق حرفية، مرورا بالحدائق التراثية عبارة عن نباتات نادرة، في منطقة الحفائر، في عندنا منطقة المغامرات، منطقة متعددة الألعاب للفئات العمرية المختلفة، في عندنا المنطقة الثقافية. تلال اللي هي كانت مخلفات سواء طبية أو قمامة، دي الحمد لله عملنا لها زي تسويات وتدريج، وجاري أعمال الزراعة عليها، هتبقى منطقة خضراء ومتنفس أخضر للمنطقة كلها، والحديقة هتبقى تعتبر من أكبر الحدائق في أفريقيا والشرق الأوسط، وهتبقى متنفس أخضر في المنطقة كلها. الهدف الاستراتيجي لأعمال التطوير يعتمد على خلق أكبر متنفس أخضر في القاهرة من خلال إعادة تشكيل تلال الفسطاط الحالية وإحياء وإعادة التنمية للمسار التاريخي. مشروع قومي كبير. المشروع هينقل منطقة مصر القديمة ومنطقة الفسطاط لمنطقة حضارية ومنطقة سياحية، بتغير شكل المنطقة تماما، واحنا بنحاول جاهدين الفترة اللي احنا موجودين فيها وخلال السنة ان بنهاية السنة ان شاء الله يكون المشروع في بداية الافتتاح ويكون بأحسن صورة وبأعلى كواليتي. مشروع التطوير يقوم على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، اتساقا مع جهود الدولة لتطوير المواقع والمعالم التراثية بالقاهرة.